عذاب القبر هو عذاب حتى يوم القيامة أم متقطع؟ وما الدليل على ذلك؟ ربنا قال في القرآن الكريم في حق فرعون وجماعته: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، غدوا وعشيا. نعم، هذا بالنسبة لأكثر الناس، فرعون وجماعته. نعم، اللي اتخذوه إلها من دون الله. أما الآخرين لا شك يعني من الفساق من المسلمين بيكون عذابهم دون ذلك. أما تفصيل بين كم وكم فهذا ليس له ذكر في السنة. نعم أستاذي، يوجد